واحد. طيب جزاكم الله خيرا. بعد كده عندنا سيد من الشرقية بيقول أخويا عايز يخطب واحدة ووالدتي أرضعت هذه البنت اللي هو أخوه عايز يخطبها، بس بيقول إن والدته مش عارفة هي أرضعتها كم مرة، بتقول غالبا مرتين. الأولى الاحتياط بعدم الزواج بها، لأن هو مش فاكر هي اثنين ولا خمسة، فخلاص قدامه نساء الدنيا كلها، فلا لا يضع نفسه في هذا الحرج وليحتاط لنفسه. طيب. إنما لو كان تم الزواج كنا قلنا لا لازم تتيقن خمسة ولا اثنين، تمام. لأن هيبقى في تفريق. إنما قبل لا الإنسان أصلا يحتاط ويبتعد عن هذا الأمر. ماشي، هو يحتاط ويبتعد عن هذا الأمر لو أنا دلوقتي قدامي عروض، بس هو دلوقتي يا شيخ عصام شكله كده والله أعلم يعني خطبها أو حاجة زي كده. افترض لا بيحبها وجوزها وخلف خمسة. وجات واحدة قالت له أنا رضعتك 10 مرات أنت وهي. يتم التفريق، ملوش علاقة بأنه بيحبها ولا بيكرهها. طب لو تأكدوا إن هي أقل من خمس رضعات. التيقن أقل من خمسة خلاص يحل. تمام. أقل من خمسة ده لأن على الراجح يعني. أيوه. انما لا شاكين وما دل، لان بعد كده جت قالت انا افتكرت. ايوه. بدا وصلنا في مرحله ما فيهاش رجوع. تمام. فالاولى الاحتياط ودع ما يريبك الى ما لا يريبك كما قال صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.